السؤال الآخر يقول: ما الحكم في إخراج الزكاة أو قيمتها مع أنني لا أجد ولا أعرف مستحقا لها؟ الزكاة إذا كان عندك مال تجب فيه الزكاة إنه يجب عليك إخراج الزكاة، وإذا كنت لا تعرف مستحقا لكونك في بلد غربة ولا تعرف المستحقين فعليك أن توكل من يعرف، تعمد من إخوانك أهل البلد الذين تثق بهم، تعمد من يخرجها على المستحقين. نعم. وإذا كنت لا تعرف أحدا ولا تستطيع أن توكل فتنقلها من البلد الذي لا تعرف فيه مستحقا إلى بلد آخر تعرف فيها من يستحق الزكاة وتدفعها إليه. جزاك الله خيرا.